السلام عليكم ورحمة الله، أهلا فيكم، معكم أحمد صالح. مين فينا ما بيتمنى يشتغل على برنامج إكسل؟ ومين فينا ما بيعرف قيمة إكسل أساسا في السوق المهني؟ وبناء على طلب العديد من المراسلات جدني على قناة عالميكون من المتابعين والمحبين، قررت أني أنا أطلق لحضراتكم الدبلوم المتكامل في هندسة جداول الإلكترونية في برنامج مايكروسوفت إكسل، بحيث أن هذا الدبلوم رح يمتد معنا على مسيرة 3.5 شهور إن شاء الله. أيضا رح يكون مقسوم معنا إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول هو تجهيز كافة المهارات والمعلومات والأدوات يلي بتمكننا من تصميم الفورمات بشكل كامل وإعدادنا كمدخلين بيانات، وأيضا نتعرف على مراحل تحليل البيانات الأربعة والأساسية وبشكل متخصص. الأولى هي موضوع الدالات والمعادلات والصيغ بأشهرها وأكثر تداول واستخدام، وأيضا الفلترة أو التصفية المتقدمة وبكل أشكالها وأنواعها ومواضعها، وعندي أيضا المخططات البيانية، وما ننسى الجداول المحورية. القسم الآخر رح يكون معنا تطبيقات عملية تخص برامج إدارات الأعمال بالعموم، سواء كنت في موارد البشرية، سواء كنت في أي عمل مكتبي بتقوم بإنجاز مهامك على برنامج إكسل، إدارة المبيعات وتصميم الداشبورد في تحليل الإحصائيات والتقارير بشكل احترافي ومتكامل، وإدارة لوجستية وإدارة مالية والعديد والعديد من إعداد القوائم الاحترافية لأي مجال أنت بتحتاجه، سواء كنت في مؤسسة أو كنت في منظمة أو كنت في قطاع خاص أو كنت مندوب مبيعات، أيا تكن مهنتك أنت تحتاج الاحترافية في برنامج مايكروسوفت إكسل. قدمت لحضراتكم بهذا الفيديو لحتى ما أطلع عليكم أهم المحاور والركائز يلي رح نبدأ به العمل عليها ضمن هذا الدبلوم المتكامل. للمزيد من التفاصيل لا تترددوا في مراسلتي عبر الواتساب الموجود، الرابط رح ينقلك مباشرة للمحادثة معي عبر الواتساب، رح يكون بأسفل هذا الفيديو. أيضا هذا الدبلوم معتمد من اتحاد المدربين الأكاديميين في تركيا، يعني أثناء تخرجك أنت رح تحصل على شهادة دبلوم تدريب مهني معتمد من اتحاد المدربين الأكاديميين في هندسة الجداول الإلكترونية في برنامج مايكروسوفت إكسل. للاطلاع على محاور الدبلوم والقيمة المالية بشكل كامل، كافة الروابط رح تكون موجودة معكم بوصف هذا الفيديو. إذا كنت ترغب بدخول سوق العمل وبشكل قوي، أو كنت أساسا في سوق العمل وحابب أنك تطور مهاراتك وتتمكن ما بين زملائك وفريق العمل، لا تتردد بالاتساب في دبلومنا المتكامل في هندسة الجداول الإلكترونية في برنامج مايكروسوفت إكسل مع أحمد صالح.